بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بكم في قناة مستر محسن. بنكمل شرحنا لمنهج اللغة الإنجليزية لتالتة ثانوي، وعندنا النهاردة الوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة اسمها Women in History، يعني نساء في التاريخ. نساء في التاريخ، والنهاردة بنتكلم عن الجزء الأول. زي ما تعودنا في قناة مستر محسن، هنبدأ باستعراض اللي هنناقشه في الفيديو. هنناقش هنا تقسيم الوحدة وكلمات الوحدة وملخص الوحدة في جمل والتدريبات. وهنبدأ مع بعض بتقسيم الوحدة، ونعرف ان الوحدة الرابعة Women in History، نساء في التاريخ، بتنقسم الى جزئين. الجزء الاول بنتكلم عن الكلمات والوحدة في جمل، والجزء الثاني عن القواعد والترجمة. والقواعد بتاعتنا في الجزء الثاني هتكون عن ضمائر الوصل او عبارات الوصل، relative clauses. نبدأ مع بعض بكلمات الوحدة ونقراها مع بعض. عاوزكم تصغوا ليا بشكل جيد وتستمعوا للكلمات مرة واثنين وثلاثة، ولو عندكم استفسارات ما ترددوش في ارسالها لقناة مستر محسن. اولا، عندي مجتمع society، improve يعني يحسن، position يعني منصب او وضع، meetings يعني اجتماعات، encourage يشجع، education تعليم، a result نتيجة، certificate شهادة، literature الادب، والادب معناه القصص والشعر والروايات، award يعني يمنح جائزة او يمنح درجة، degree يعني درجة او مرتبة علمية، join يعني يلتحق به، staff اللي هو مجموع العاملين او مجموعة العاملين او فريق العمل بيبقى اسمه staff، researcher يعني باحث، assistant مساعد، employee يعني يوظف، employee يعني موظف. بتنطق كده employee، دي كلمة اساسا فرنسية ودخلت للغة الانجليزية فبنطقها بنفس النطق الفرنساوي، اسمها employee. accomplish يعني ينجز او يتم، associate with يعني مرتبط به، spirit يعني روح، spiritual يعني روحاني، government حكومة، govern يعني يحكم، governor حاكم، inspector مفتش، argue for يجادل من اجل، positive إيجابي، positively بإيجابية، respect يحترم أو احترام، Arab world يعني العالم العربي، take up يحتل أو يشغل، personal life حياة شخصية، appreciate يقدر، appreciation تقدير، appreciative يعني مقدر للشيء، appreciatively يعني بامتنان او بتقدير، grow up يعني ينضج بالنسبة للفاكهة او يكبر بالنسبة للشخص او ينمو بالنسبة لاشياء اخرى، effectiveness يعني فاعلية، effective فعال، charge يشحن، in charge of يعني مسؤول عن او رئيس لجهة معينة او شيء معين، demonstration يعني مظاهرة، wounded يعني جريح، queen ملكة، interested in مهتم به، flying طيران، pilot طيار، license يعني رخصة، license يعني يرخص او يعطي رخصة، a record رقم قياسي، miss يعني يفقد او يفتقد، popular with محبوب، nursing تمريض، flight رحلة طيران، permission تصريح او اذن، alone او solo يعني منفرد، crash تحطم او يتحطم او تحطم، army يعني الجيش، role او part يعني دور، determine يعني يحسم او يحدد، protest يحتج او يعارض، protestation يعني احتجاج او اعتراض، carry مهنة، make sure يتأكد، cleanliness النظافة، hygiene يعني نظافة شخصية، equip يعني يعد،
occupation يعني مهنة أو شغلة، questionnaire يعني استفتاء، private يعني خصوصي، private، voyage يعني رحلة بحرية، voyage، qualification مؤهل، lonely وحيدا، right حق، department يعني قسم أو جزء، standard يعني مستوى قياسي أو معيار قياسي، qualities صفات، admiration يعني إعجاب، alarm إنذار، vote تصويت أو اقتراع، suitable for مناسب لي، suitability ملائمة، sweet يعني يناسب أو يلائم، director يعني مدير، respectable family عائلة محترمة، a convincing argument حجة مقنعة، introduce new ideas يقدم أفكار جديدة، to an unprecedented degree يعني بدرجة غير مسبوقة، personal commitment يعني التزام شخصي، a pivotal أو vital role يعني دور حيوي أو أساسي، hold a driving license يعني يحمل رخصة قيادة، a constructive dialogue حوار بناء، antisocial behavior سلوك غير اجتماعي أو غير لائق اجتماعيا، be associated with مرتبط ب، write under a pen name يكتب باسم مستعار، personal cleanliness يعني النظافة الشخصية، assess the situation يقيم الموقف، obey the rules يلتزم بالقواعد، break the law يخالف القانون، a positive attitude يعني سلوك إيجابي أو موقف إيجابي، downplay the role of يقلل من أهمية الدور، spectacular success نجاح مذهل، strength of character قوة الشخصية، a campaign against حملة ضد، have a degree in حاصل على درجة علمية في، be awarded a degree يمنح درجة علمية، take up much of تشغل حيز كبير من، popular with محبوب من، play a positive role in يلعب دور إيجابي، was born into a wealthy family ولد في عائلة ثرية، break the world record يعني يحطم الرقم القياسي العالمي، miss the record يعني يفشل في تحطيم الرقم القياسي. دي بالنسبة للكلمات، وننتقل إلى ملخص الوحدة في جمل. عندنا ملخص الوحدة بنتكلم الأول عن دكتورة عايشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. دكتورة عايشة عبد الرحمن للي ما يعرفهاش، دكتورة عايشة دي من أهم الكتاب كانوا موجودين على الساحة المصرية، كانت بتكتب في جريدة الأهرام بشكل يومي، ولها العديد من المؤلفات ومنها ترجمة أو تفسير لرحلة أبو العلاء المعري وحياته. ده أحد أهم الشعراء والفلاسفة العرب اللي الحضارة الغربية نقلت عنهم الكتير، حتى إن دانتا ليفيري ده كاتب إيطالي مشهور جدا وبيأثر في الأدب الأوروبي بشكل كامل، خد عن أبو العلاء المعري رحلة الغفران. نرجع لدكتورة عايشة عبد الرحمن بنت الشاطئ وهنتعرف عليها. دكتور عايشة عبد الرحمن who is known as بنت الشاطئ is one of the most famous people in Egyptian and Arab culture. دكتور عايشة عبد الرحمن كان اسمها بنت الشاطئ. لو لاحظ في الأهرام قبل ما توفى كان بشكل يومي كنا نلاقي مقال تحت اسم بنت الشاطئ، هي دكتورة عايشة عبد الرحمن كانت مشهورة باسم بنت الشاطئ، وتعد واحدة من أكثر المصريين شهرة في الثقافة المصرية والعربية. As well as writing books on societies and cultures, she also wrote poems and for 50 years wrote for the newspaper الأهرام. بالإضافة لمؤلفاتها عن المجتمع والثقافة فإنها كانت بتكتب الشعر
كتبت لمدة 50 عام في جريدة الأهرام اليومية بشكل يومي، كانت بتكتب زي ما قلت لكم مقال تحت اسم بنت الشاطئ. During her life, she helped to improve women's position in Egypt society. على مدار حياتها ساعدت في تحسين وضع المرأة في المجتمع المصري. حياتها نتعرف عليها، ولدت امتى؟ دكتورة عائشة was born in 1913. ولدت الدكتورة عائشة في عام 1913. Her father was an important man and Dr. Aisha used to go with him to meetings at which she learned to read and write. كان والدها شخصية مهمة وشخصية هامة، واعتادت الدكتورة عائشة ان هي تحضر معاه الاجتماعات اللي كان بينظمها، وعلى هذا الأساس قوت نفسها في القراءة والكتابة. At the time when many girls didn't go to school، في الوقت اللي هي ما كانش البنات بتروح المدرسة، Aisha's mother encouraged her daughter to get a good education and as a result Aisha started school at the age of 5. والدتها شجعتها على انها تتعلم وتتلقى تعليم جيد، عشان كده التحقت بالمدرسة وهي في عمر صغير، 5 من عمرها. دكتور عائشة was successful at school and went to Cairo University where she studied Arabic language and literature. نجحت الدكتورة عائشة في المدرسة نجاح باهر، والتحقت بجامعة القاهرة ودرست هناك اللغة العربية والأدب العربي. She was awarded her degree in 1939 and then joined the university staff as a researcher assistant in 1942. حصلت على منحة التخرج وتم تعيينها في الجامعة كأحد فريق العمل هناك في الجامعة، وتعينت كباحثة مساعدة في سنة 1942. She was employed as a government inspector for the teaching of Arabic literature. وتم تعيينها كمفتش حكومي عن تدريس الأدب العربي، يعني توجه الأدب العربي ازاي توجه تدريسه والكلام ده في مجال التربية والتعليم. Using the name بنت الشاطئ، Dr. Aisha wrote many books and articles in which she argued for a more positive role for women in the modern world. استخدمت دكتورة عائشة اسمها، اسم مستعار باسم بنت الشاطئ، في كتابة العديد من المؤلفات والمقالات اللي كانت بتدعم الدور الإيجابي للمرأة في العالم الحديث. دكتور عائشة was a respected teacher and taught at many universities across the Arab world. أصبحت دكتورة عائشة أستاذة لها شأن كبير، وعملت بالتدريس في جامعات عديدة في أنحاء جميع أنحاء الوطن العربي. With her husband Professor Amin El-Kholi, Dr. Aisha spent holidays visiting Europe museums, universities and libraries. برفقة زوجها البروفيسور أمين الخولي قادت الدكتورة عائشة أجازتها في زيارة المتاحف والجامعات والمكتبات في أوروبا. دكتور عائشة died in 1998. توفت الدكتورة عائشة في عام 1998 عن عمر at the age of 85، عن عمر 85 سنة. Her work which had taken up much of her personal life is still appreciated today. لكن أعمالها اللي أخذت وقت كبير على حساب حياتها الشخصية ما زالت مؤثرة ومحل تقدير اليوم. دي صورة لدكتورة عائشة عبد الرحمن، مولودة في سنة 1905، مولودة في سنة 1913 وتوفت في سنة 1998. وعندي هنا الصورة للدكتورة عائشة في بعض مؤلفاتها مع أبي العلاء في رحلة حياته.
ده زي ما قلت لكم أبو العلاء المعري، ده من أهم الشعراء والفلاسفة العرب اللي أثروا في العالم كله، وعن من مؤلفات دكتورة عائشة على الجسر بين الحياة والموت، ونساء النبي دكتورة عائشة عبد الرحمن، وهنا في طابع تم اتعمل ليها تخليدا لذكراها، وكان سنة 1999 بعد وفاتها بسنة. ننتقل إلى نموذج تاني من النساء في التاريخ، عندي فلورنس نايت تينجيل. فلورنس نايتنجيل، فلورنس نايتنجيل هنعرف من هي وإزاي أثرت في التاريخ. فلورنس نايتنجيل was born in 1820، اتولدت في سنة 1820 into a wealthy family in Italy but grew up and went to school in England. لكن إن هي تعلمت ونشأت في إنجلترا. When she was 17 she decided that she wanted to be a nurse. Although her family did not think that this was a suitable job for their young daughter. لما كان عندها 17 سنة قررت ان هي تبقى ممرضة بالرغم من معارضة أسرتها، لانها ما شافوش ان هي دي وظيفة مناسبة لابنتهم الصغيرة. However, Florence's work in a London hospital was so effective that the British government asked her to be in charge of the nursing of wounded soldiers abroad. مع انها كان عملها مؤثر جدا في مستشفى لندن، حتى ان الحكومة الانجليزية او البريطانية طلبت منها ان هي ترأس فريق التمريض الجنود المصابين في الخارج. After working in Europe, she returned to England and opened the Nightingale School of Nursing in London, the first school of this kind. بعد ما عادت من أوروبا من رحلتها في رئاسة التمريض، تمريض الجنود الجرحى، رجعت لندن وأسست في إنجلترا أول مدرسة للتمريض من نوعها في العالم. عشان كده هي مؤثرة فلورنس نايتنجيل، ودي صورة لفلورنس نايتنجيل. لطفية النادي، لطفية النادي هي أول طيارة مصرية قامت بقيادة طائرة مصرية. In 1932 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at Almaz Airport. في عام 1932 أصبحت لطفية النادي أول امرأة تنضم للمدرسة الجديدة للطيران في مطار ألمازا. Her parents did not want her to be a pilot, so Al-Nadi worked as a secretary at the airport to pay for her lessons. لم يرغب والدها ان هي تقود طيارة، لذا عملت كسكرتيرة في المطار عشان نظير مصروفات الدراسة في مدرسة الطيران. When she was only 26 النادي became the first woman in Egypt to have pilot's license. عندما بلغت لطفية النادي سن 26 سنة أصبحت أول امرأة في مصر تحصل على رخصة طيار. In December 1933 she became famous when she flew slow in an international race which went from Cairo to Alexandria. She was only the second woman ever to fly like this. في ديسمبر من سنة 1933 صارت مشهورة لأنها قادت طائرة فردية في سباق، حيث قادت الطائرة من القاهرة للإسكندرية، وهي تعد تاني امرأة في العالم إن هي تقود الطائرة في سباق زي كده. النادي who had to stop flying after an accident died in 2002 aged 94. توقفت لطفية عن الطيران بعد أن أصابها حادث، وتوفيت في سنة 2002 عن عمر يناهز 94 عام.
ده نموذج آخر. However, her achievement encouraged other women to have a career in flying. For example, in 1944, Linda Masoud became the first woman teacher at the flying school, and Aziza Mohran later became a director there. مع ذلك الإنجازات بتاعتها اللي عملتها لطفية النادي ألهمت نساء آخرين وشجعتهم على الدخول في مهنة الطيران. فعلى سبيل المثال في سنة 1944 ليندا مسعود أصبحت أول مدرس في مدرسة الطيران، وعزيزة مهران بعدين أصبحت مديرة لمدرسة الطيران. ودي صورة للطفية النادي، أول طيارة مصرية. ننتقل إلى الجزء الخاص بالتدريب بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالوحدة في جمل. والتدريب عندنا 38 اختياري، حلت لكم منهم 20 والباقي بتحلوها لوحدكم عشان تختبروا مدى فهمكم للدرس. Number one, my older brother has a degree in math from Cairo University. يعني حصل على درجة علمية من في الرياضيات من جامعة القاهرة. Number two, my son has been awarded a math prize from Cairo University. ابني حصل على منحة أو منحة علمية في الرياضيات من جامعة القاهرة. Number three, my parents appreciated it when I work hard at school. يعني أبي وأمي بيقدروا اجتهادي في المدرسة. Number four, this new hospital was built with money from the government. Number five, how long has the king governed the country. هنا ليه استخدمنا governed؟ لان دي التصريف الثالث، لان في عندي has وهنا ده زمن المضارع التام. Number six, exercise can be a positive effect on your health and fitness. Positive effect يعني تأثير إيجابي. Number seven, nurses have an important role in looking after patients and in the hospital. Number eight, my parents encourage me to work hard at the school. Number nine, I'd prefer not to talk about that. It's something very personal. يعني شيء شخصي ما اتكلمش عنه كتير. Number 10, I found work very difficult, but my friends were very encouraging. يعني كانوا بيشجعوني كتير. Number 11, it was a great football match. The teams played very positively. Number 12, she will be a good nurse. She have a very kind personality. Number 13, your grades are impressive, Gina. Number 14, an inspector is someone whose job is to check that something is of a good enough standard and that rules are being obeyed. اللي هو الانسبكتور المفتش. Number 15, as well as writing books on society and culture, she wrote poems. يعني بالإضافة لأنها كانت كتبت كتب عن المجتمع والثقافة، كتبت قصص. فنقول society عشان هنا اسم. نلاحظ أن حرف العطف and الكلمة اللي بعده نفس نوع الكلمة اللي قبله. يعني إذا كانت دي اسم بتكون اسم، إذا كانت فعل بتكون فعل. فعشان كده استخدمت society. Number 16, she helped to improve women's positions in society. Number 17, her mother encouraged her to get a good education. Number 18, she was awarded her degree in 1939. Number 19, he joined the university staff as a researcher assistant.
نمبر 20 her work took up much of her personal life. took up يعني أخذ كثير من وقتها. من 21 ل 38 بتحلوها لوحدكم، أنا بقرأها لكم دلوقتي. نمبر 21 her great work is still appeared, applied, appreciated, appointed today. Number 22. She taught at many universities across the Arab village, town, city, world. Number 23. She spent, left, went, dead, her life doing the things she was not interested in. Number 24. Before you can fly alone, you need to have a pilot license, ticket, list. Number 25. My father spent all his job, work, career, working in a bank. Number 26. Some films are not suitable for young children. Number 27. That film was made by a famous directive. Number 28. To be in a charge, in average, in bandage, in visage, of is to be responsible for something. Number 29. Something which is defective, reflective, effective, attractive, produces the right result. Number 30. A or an license, mark, degree, idea is a document that gives permission to do something. Number 31. Accounting, injecting, nursing, hospitalizing is a job of looking after people who are ill. Number 32. Lonely, only, sauna, solo means done on your own without help from another person. Number 33. The doctor advised, devised, blamed, praised him against smoking. Number 34. A cruise, tour, voyage, fly is a journey by air. Number 35. The radiation leak has had a disastrous effect, dialect on the environment. Number 36. It's an extremely addictive, effective, adjective, collective, cure for a headache. It has no side effects. Number 37. The poor bird couldn't fly, cry, because it had a broken wing. Number 38. There is no doubt about Christian's curability, disability, suitability, hospitality for the job. She is very efficient. وبكده ننتهي من التدريب وبننتهي من الفيديو. اتمنى تكون استفدتم من كل المعلومات اللي موجودة في الفيديو. ولو محتاجين اي اسئلة او استفسارات ما تنسوش تكتبوها في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو اتمنى تكونوا اشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتابعونا دايما في قناة مستر محسن عشان يصلكم كل جديد. ودايما نجاحك ونجاحك بيكون بإيديكم.
لازم يكون عندنا التزام وعزيمة وإرادة وتنظيم وإصرار وثقة بالنفس. التعليم هو متعة دايما، مش ضغط عصبي ولا نفسي. وأتمنى لكم التوفيق وإلى فيديوهات جاية إن شاء الله، وشكرا لكم على حسن